نرجع لموضوع التعامل مع المسار الاقتصادي وموضوع برنامج الصندوق، وأثير إن هو الصندوق هو اللي بيحرك مصر وهو اللي بيملي شروط على مصر. أنا عايز أأكد لحضراتكم هذا لا يحدث. الدولة بتحط مستهدفات واضحة. أنا بتفق مع الصندوق على مستهدفات، أقول طوال البرنامج معاكم أنا هستهدف معاكم إن إحنا نحقق كل سنة فائض أولي في الموازنة برقم. أنا عايز أنزل في نهاية برنامج لأن الدين يبقى برقم معين. منظومة الدين الخارجي بنقل بشكل معين. الحجم مزيادة مساهمة القطاع الخاص هيبقى برقم معين. إحنا اللي بنحط هذه الأرقام والمستهدفات. وبنبدأ بالتعاون مع الصندوق نحط طب آليات تنفيذها إيه؟ بيحصل أحياناً الخلاف في إيه؟ بيحصل في التوقيتات، ممكن بيقول لك لا نفذ الكلام ده في فترة زمنية قصيرة، أنا أقول له لا الظروف بتاعت الدولة بتاعتنا ما ينفعش إن أنا أنفذها في خلال الفترة دي، لازم إن أنا أمدها على فترة معينة عشان ما يبقاش ليها تداعيات بالشكل المعين. بتبقى هي دي المساحة اللي بيحصل فيها نوع من التوازن علشان نصل إلى شيء يبقى مقبول، لكن المستهدفات الحقيقية الدولة المصرية اللي بتكون حطاها. محدش بيملي عليا حاجة. إحنا اللي بنبقى حاطين مستهدفاتنا وحاطين الأسس البرنامج، ولكن بيبقى النقاش والجدل على التكتكس أو التكتيكات بتاعة التنفيذ، ونصل لبعض النوع من التوازن في بعض الأرقام. ممكن يقولك طب معلش زود شوية السنة دي وريح السنة اللي بعدها، ممكن يبقى إحنا هو ده اللي نوع من التوازن، لكن في الآخر مستهدفات البرنامج وعيني على نهاية البرنامج الأرقام دي، دي إحنا اللي بنبقى حاطينها كدولة. وده اللي أنا عايز أكد لحضراتكم، لأن دايماً يثار هذا الموضوع. والحمد لله هم امبارح زي ما حضراتكم أعلنوا أتممنا ووافقوا على المراجعة الثالثة بتاعت مصر والكلام ده كله، وقال لك ما هو اتربط لما حركتوا أسعار الوقود. يا جماعة إحنا معلنين خطة إن أنا هتحرك على مدار سنة ونص لزيادات الأسعار. ده أنا اللي أعلنت كحكومة هذا الموضوع، لأن ما عنديش بديل سواء الصندوق موجود أو مش موجود، لأن مش هكون قادر كدولة على تحمل هذه الأعباء اللي كل سنة بتزيد، أعباء دعم المحروقات. وزي ما قلت لحضراتكم لازم تبقى في إطار محاكم ومسيطر عليه علشان الدولة تقدر الوفر اللي بتاخده من الكلام ده أنا مش بوفره من الموازنة، أنا بقدر أحطه في برامج أو أخرى المواطن المصري عايز إن هو محتاجها، سواء تعليم، صحة، حياة كريمة، صرف صحي في القرى، اللي كلها مشروعات. ودايما كان يثار كفاية بقى طرق وكباري وكفاية مش عارف إيه. أقسم بالله وأستاذ مصطفى عارف، مصطفى بيعرف، بيبقى بعض النواب يقفوا ويتكلموا الكلام ده ويروح نازل من المنصة يروح للحكومة يقول لهم الكباري اللي عندي في الدايرة لازم تخلصوها لي.